Energy stored in a capacitor. شو هي الالكتريك انرجي يلي بتتخزن بقلب الكاباسيتور؟ انا اتعرف عليها من خلال السيمبل والاس اي يونت والاكسبريشن لها. السيمبل للانرجي اللي بتخزن بقلب الكاباسيتور هي WC، والسبب انه سميناها W مش E كرمال ما نلخبط بينها وبين الE تعيت الالكتروموتيف فورس للبطارية. مثل ما شفنا بالفيديوهات السابقة كنا عم نستعمل انه الفولتج الماكسيموم تبعت البطارية، عم نستعمل انه كمان الفولتج كمان هي كونستانت وقيمتها كانت عم بتكون E، فكرمال ما نلخبط بين انه E هي الكتروموتيف فورس وE هي انرجي قلنا انه نستعمل حرف W ومنحط حرف C نسبة للكاباسيتور. الاس اي يونت للانرجي هي الجولز، اما في عندي يونتس تاني ممكن نستخدمها لنطلع الانرجي، هي اليونت الثاني هي الالكترون فولت. واحد الكترون فولت بيساوي 1.6 ضرب 10 to the power ناقص 19 جولز. هيك انا بقدر حول من الكترون فولت لجولز والعكس، اذا بدي حول من جولز لالكترون فولت بقسم على هذا الرقم. اما بالنسبه للاكسبريشنز، لما بقول اكسبريشنز انه بقدر انا استعمل اكثر من وحده. اول اكسبريشن واهم اكسبريشن واسهل وحده للحفظ هي انه WC بتساوي half CV square. ليش اسهل للحفظ؟ تشبه كتير half MV square بس بدل M في C هون، اوكي؟ هذه بس كرمال تحفظوها مش اكتر. ف half CV square، C طبعا هي الكاباسيتنس والV هي الفولتج بهيدي اللحظة. نحن هون عم نطلع الانرجي باللحظة يلي فيها الفولتج بتكون قيمتها V، وبالتالي لنعرف قديش stored energy inside the capacitor منطبق هيدي القاعدة اللي شايفينها قدامكم. بينما إذا ما نطبق قواعد غير، شو هن القواعد الغير؟ هن simply إذا نحنا في variable من هيدول ال variables مش موجود، فرضا ال C مش موجودة ومع ال Q ومع ال V، أو العكس ال V مش موجودة ومع ال C ومع ال Q، شو بقدر أعمل؟ اللي بقدر أعمله إني استخدم القاعدة اللي بتقول Q equals CV، أو إنه كمان فيني استخدم قاعدة ال V بتساوي Q على C. إذا استخدمت قاعدة ال Q equals CV منلاحظ إنه هون حنطير C و V، حيبقى معي V وحدة وحنحط محل ال CV Q. شو بتصير القاعدة؟ حتصير القاعدة نص Q ضرب V. وإذا بدي طير ال V هون وحط محلها Q على C هيطلع معي Q سكوير على C سكوير، C سكوير حطير مع C اللي موجودة هون، هيبقى معي C تحت و Q سكوير فوق، وبالتالي حيصير في عندي قاعدة بتقول إنه Q سكوير على 2C تحت. هيك أنا بقدر استخدم واحدة من هيدول الثلاثة لما بيسألني عن قديش قيمة الانرجي بهيدي اللحظة المخزنة بقلب الكاباسيتور.